احنا عندنا بيئه للباركور؟ والله البيئه مو موجوده، لانه احنا تعرف يعني كسوسايتي موجود عندنا، ما عندنا بنايات واماكن فارغه وشيء، فما نشتغل، بس احنا نحاول نصنعها، يعني نحاول نسوي حواجز خشبيه، نحاول نطلع على مثلا اماكن بها مرتفعات، البنايه قبل ما تكمل نروح نصور بها، مرات يقبلون ومرات نشرد ما يلحقون علينا، لازم اكو اكشن بالموضوع، تعرف مرحله الشباب والمراهقين وشيء يحبون الاكشن، بس اكشن يعني موجه ومراقب، وممكن بس مو اكو كابتن. خطر في الباركور؟ هي طبعا خطره، هو يعني الحلو بالموضوع انه خطر، انت حياتك كذا ما بيها اكشن، ما بيها خطوره، تصير ممله. نشوف هسه هذا الفيديو وياك شويه، خلي نحكي على الشباب اللي موجودين بهذه الرياضه بالعراق تحديدا. بالعراق يعني هي بدت بمحافظه النجف، بدت كمجموعه تعرفون المحافظه وعاداتها وتقاليدها، وهذول لبسهم بالنجف. كان لبسهم وبجامعه رياضه والشفقه وشي، كان اكو صعوبه بالموضوع، بس انتشرت بعدين تحولت لبغداد، من بغداد انتقلت لكل المحافظات. هسه عندنا يعني تقريبا 7 محافظات هي اللي تمارس هاي الرياضه، واحنا نبدي بتشكيل لجنه، صار عندنا اعتراف من الاتحاد الاسيوي. حلو. وبعدين الاتحاد الاسيوي حول اللعبه ورئاسه الاتحاد الى العراق. واو. صار استاذ حيدر هو رئيس الاتحاد الاسيوي. حلو. موجود. هسه نبدي نشكل لجان، نسوي بطولات داخليه، سوينا بطوله بالنجف، وبطوله ان شاء الله بطوله العراق، بطوله السلام، يعني اسمها باركور بيس، حتصير هنا ببغداد، هي اكبر بطوله بالعراق. هاي يعني شلون نسوي البطولات ونشكل هاي اللجنه، حتى اللجنه الاولمبيه تعترف بينا كاتحاد. حلو. واحنا يعني من منبركم هذا الناشد انه يساعدونا في هذا الموضوع حتى نشكل الاتحاد. ان شاء الله نتمنى طبعا. مهند، هذه اللعبه ما بيها اصابات؟ يعني ما بيها فتخ بالقواعد؟ هي اصلا كلها اصابات. كلها اصابات. الاصابه اللي ما بيها يعني. يعني انا دا اشوف يعني بالنسبه لي انا عندي كسور 7. فطور 2-3 غير. لا هي عباره عن اصابات. الانزلاق اللي يصير بعدين، لان هو قفز، كل القفز هذا يسوي ارتداد على الركبه. هذا اللي عرضناه هو جزء بسيط من الباركور. اكيد. الباركور مو بس هيك، الباركور الحر اللي هو ياخذون مسافات ومناطق ومدن يروحون بها، وما يعني ما يحددهم اي تضاريس. هو هذا الحلو بالموضوع، انه احنا ماكو قانون ثابت، يعني انت عندك فري، حتى بالبطولات يطوك تايم 90 ثانيه يقول لك انت ابدا بها، هاي 90 ثانيه ابدا بها، يعني ماكو شيء يوقف. زين، شنو البطوله يعني غير لازم لها اكو تدريب وتحضير قبلها؟ فشنو نعم. انواع التحضيرات والتدريبات اذا هي طبعا بطولة حره ما بيها تدريب؟ وانا اعتمد نفس اسس اللياقه الموجوده، قوه، السرعه، المرونه، وبعدين اكو اضافه للامور المهاريه، شنو الحركات المهاريه. اي فاحنا البطوله نوعين، يا اما من اي تو بي، يعني من اي ينطلق البي، اكو حواجز بالطريق ويحسبون الاسرع منه، او لا 90 ثانيه ومهارات، ويجمعون المهارات مثل الجمناستيك، الصعوبه، اي الصعوبه والحركات والجديد، شنو استغلال المساحه، فيها نوعين للبطوله بها.